نتواجد اليوم بالمسبح النصف أولمبي لمدينة ورقلة لإعطاء إشارة انطلاق موسم الاصطياف وفتح المسابح المتواجدة على مستوى بلديات الولاية والتي يصل عددها إلى 9 مسابح، منها 5 مغطاة و4 غير مغطاة، ونتابع كذلك أشغال المسبح الكبير أو المسبح الأولمبي الذي سجل في 2015 وتوقف عن الإنجاز، ثم بادرنا بإعادة انطلاقة إنجازه ليتم استلامه في ديسمبر القادم.